أول محجبة في سلاح الجو الأمريكي تطلق شرارة تغييرات في الجيش الأمريكي. أطلقت شابة عربية من أصول لبنانية من مدينة ديربورن بولاية ميشيغان شرارة تغييرات هامة في سياسة الجيش الأمريكي، حيث أصبحت أول ضابطة في سلاح الجو ترتدي الحجاب، كما عملت على تغيير السياسات المتعلقة بالتكيف الديني. وقالت الضابطة ميساء أوزا 29 عاما إنها ترتدي الحجاب بكل فخر، مشيرة إلى أنها لم ترى أي مسلمة أخرى ترتدي الحجاب بالزي الرسمي عندما انضمت لأول مرة لسلاح الجو. وأوضحت أنها قاتلت من أجل حقها في ارتداء الحجاب إلى جانب الملابس الدينية الأخرى في سلاح الجو، حيث يتطلب الأمر الموافقة من خلال عملية التكيف الديني.